الحالة في الشرق الأوسط. اعتمد جدول الأعمال. عملا بالمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثل الجمهورية العربية السورية إلى المشاركة في هذا الاجتماع. تقرر الأمر على هذا النحو. عملا بالمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو مقدمي الإحاطات التالية أسماءهم للمشاركة في هذا الاجتماع: السيد ستيفان دي مستورا، المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، والسيد جون جينغ، مدير شعبة التنسيق والاستجابة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. تقرر الأمر على هذا النحو. ينضم السيد ديمستورا لنا عبر التداول بالفيديو من جنيف. يشرع الآن مجلس الأمن في النظر في البند الثاني من جدول الأعمال. أعطي الآن الكلمة للسيد ديمستورا وأرحب به في هذا الاجتماع. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة، وشكرا لهذه الفرصة المتاحة، لأن نعتقد أن هذا الأوان مناسب جدا لعقد هذا الاجتماع، لا سيما لأن التركيز منصب على إدلب. استمعنا خلال الأيام الفائتة الأخيرة إلى ذلك. نحن نشعر جميعا بقلق بالغ، كل المكونات مجتمعة لعاصفة مثالية، عاصفة مدمرة من حيث التبعات، ولها تبعات إنسانية وتبعات أخرى. بداية سوف أوجز الوقائع. جون جينغ سوف يقوم بدوره بالإشارة إلى بعض الجوانب الإنسانية للمسألة. إن التقييم المستقل للأمم المتحدة يشير إلى ما لا يقول على 2.9 مليون شخص داخل منطقة إدلب. 2.9 مليون شخص، أي زهاء 300 مليون نسمة، من بينهم مليون طفل، و 1.4 مليون شخص كانوا أساسا من النازحين على مرة واحدة على الأقل. هناك مجموعات إرهابية أدرجها مجلس الأمن، بما في ذلك مجموعات غير سورية ومقاتلين أجانب ومن قاموا بأمور مريعة في أمور أخرى، وهم أيضا موجودون هناك. وهناك مجموعات معارضة مسلحة كثر منها تم إجلاؤه إلى إدلب عبر ترتيبات مصالحة وليس جزءا من المجموعات الإرهابية. إن العدد الطاغي للناس في إدلب 99.5% منهم هم من المدنيين. أشار الرئيس الأسد إلى أن استعادة السيادة ودحر الإرهاب يظل أولوية الحكومة السورية. قال المسؤولون الحكوميون الكبار إن استعادة إدلب هو الهدف التالي. قال مسؤولون رفيعون من روسيا وإيران بشكل كبير إلى عزمهم على ملاحقة الإرهابيين ودحرهم في إدلب. وفي الوقت عينه أشاروا أولا أن الحكومة تحبذ أن ترى ترتيبات تعرف بترتيبات المصالحة عوضا عن أنشطة عسكرية. ثانيا، إن التفاهم الروسي التركي بالغ الأهمية، وسوريا لا تريد مواجهة مع تركيا، وهذا الأمر ينطبق أيضا على البيانات السورية الرسمية التي أشرنا إليها. أما روسيا فهي في حوار مكثف مع تركيا، ولا سيما أن كل الأعين اليوم والأنظار تتجه إلى ما سوف يستقى من القمة الرئاسية بين إيران روسيا وتركيا التي اختتمت توا في طهران. وفي الأثناء تشير التقارير إلى توزيع متزايد للقوى الحكومية والقوى المتصلة بها قرب منطقة إدلب، والتي هي من مناطق تخفيف التصعيد، وهي منطقة لا تزال رسميا كمنطقة تخفيف تصعيد. أما القرارات الجوية فقد تم الإبلاغ عنها في هذا المحيط في الشهر الفائت، ما أدى إلى وفيات وإصابات في الجانبين مع تكثيف منذ 4 سبتمبر أيلول. وفي الأثناء إن قادة ما يعرف بهيئة تحرير الشام، التي هي في الواقع جبهة النصرة لنسمي الأمور بأسيائها، إذن هي قد أشارت سياسيا إلى نيتها بالقتال. وفي 2 سبتمبر أيلول تم تعميم الصور عن أسلحة بعد أن
عن جبهة النصرة، وإذا صحت هذه الأنباء فيمكن أن نعرف أن هناك رغبة في الانفصال عن جماعة الإرهابية. تركيا كما تعلمون صنفت مؤخرا جبهة النصرة كجماعة إرهابية، ولذلك يجب على المقاتلين المسلحين المعارضين أن ينفصلوا عن هذه الجماعة. كذلك بالنسبة لاستخدام الأسلحة الكيماوية، رأينا إنذارات وتحذيرات مختلفة عن إمكانية استخدام هذه الأسلحة. كذلك استعرض أمامكم سيدة الرئيسة كل المؤشرات عن هذه العاصفة الهوجة. خطر أي قتال في إدلب قد يكون حمام دم فظيع. هؤلاء المدنيون السوريون هم الذين سيكونون الضحايا، وسيكونون هم أبرز ضحية، وسيؤدي هذا إلى تصعيد سريع إقليميا ودوليا. إذن دعونا نعرف أنه لن يكون هناك إدلب بعد إدلب، لن يكون هناك أي إدلب قد يلجأ إليها النازحون أو اللاجئون أو قد يشعرون بالأمان بعد هذه المعركة. ليس هناك أي ملجأ يلجأ إليها هؤلاء إذا حدث هذا التصعيد العسكري. مدنيو إدلب سيواجهون هذا المصير المحتوم. إذا تحدثنا عن محاربة الإرهاب، وإذا لم يلتزم الإرهابيون بالقوانين الدولية، يجب أن نضع مسألة حماية أرواح المدنيين في قائمة أولوياتنا وصدارات أولوياتنا، ولذلك علينا أن نوجد صيغة لتفادي مأساة حقيقية، وفي الوقت ذاته نتيح للجماعات الإرهابية أن يتعامل معها بشكل المطلوب. القمة الثلاثية هذا اليوم تحدثت عن أنه تم تقرير تعاطي مع الوضع في إدلب بروح من التعاون وفق اتفاق أستانا. ليس لدينا تفاصيل عما يعنونه بذلك، ونريد أن نعرف ما الذي يعنيه بذلك مسألة وعبارة بروح من التعاون في الوقت ذاته في هذه المنطقة من خفض التصعيد. ودعونا أقول إن هذه المسؤولية عن كيفية حل الأزمة السورية في إدلب. أنا أعرف أن محافظة إدلب وقضية إدلب هي في صدارة أجندة الدول الضامنة الثلاثة. كذلك هناك دول أخرى دفعت المعارضين المعتدلين للانفصال من الجماعات الإرهابية. أنا قلق من العديد من التقارير التي تحدثت عن الوضع اليائس والبائس والغير المجدي لعدد من هؤلاء في محافظة إدلب. بالنسبة للجانب الإنساني، يجب حماية المدنيين وكذلك عمال الإغاثة، لكن دعوني أن أقول إنه يجب ضمان ممرات آمنة للخروج المؤقت من إدلب. يجب علينا أن نضمن الخروج الطوعي للمدنيين في أي اتجاه، سواء شرقا غربا شمالا جنوبا، ولذلك علينا أن يكون لدينا السماح للدخول باعتبارنا أمما متحدة. وفي كل الأماكن الأمم المتحدة تظل مستعدة، وجميع زملائي في عمل الإغاثة لتنفيذ العمليات الإغاثة حسب ما تقتضيه الظروف، ليكون هناك إجلاءات طوعية لازمة ومطلوبة، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي وقانون الإغاثة. ودعوني أقول إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية هو غير مقبول تماما، وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية هذا الأمر تم انتهاكه بشكل متكرر في سوريا. لا يمكن أن أقول إن استخدام هذه الأسلحة لا يؤدي إلى مآسي إنسانية، وإنما أيضا إلى التأثير على أمن واستقرار العالم برمته. لكن أقول إن الغالبية العظمى من المدنيين في سوريا قتلوا بشكل عشوائي وبغارة عشوائية، وأحيانا بغارات
موجهة وبأسلحة تقليدية. وبطبيعة الحال هذه الغارات هي فظيعة وكريهة أيضا. أخيرا أود أن أقول إن أي هجوم سيمثل عاصفة هوجاء لإدلب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجهود الأخرى في إعادة الإعمار وإعادة توطين اللاجئين وصياغة الدستور. هذه القضايا لا تنفصل عن أي تعاطي مع إدلب. وأود أن يكون هناك حل سياسي لسوريا وأن يتم الانتقال إلى سيناريو سياسي حتى يتم وضع حد لهذه الفظاعات التي شابت هذه الحرب. إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون ويجتمعوا معهم يوم الاثنين والثلاثاء، وفي الجمعة فرنسا وألمانيا والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية سيجتمع معهم، وسيكون هناك طبعا جهود دبلوماسية. وإذا حدث هناك تصعيد عسكري لا نعرف بالضبط هل ستذهب الأمور في الاتجاه الذي نصب إليه. دعوني ألخص وأقول هناك الكثير من المدنيين الذين جاءوا وانتقلوا من إدلب. كما تعلمون هناك نحو 3 ملايين من المدنيين، نساء بدون أطباء، مزارعون وأشخاص عاديون. قاموا باحتجاجات سلمية وكانوا ينيرون الشموع ليعطوا الانطباع لأنهم أشخاص عاديون وليس بالضرورة إرهابيين. هناك نحو 3 ملايين شخص، وهم يطلبون من الأمم المتحدة ومن خلالكم أنتم أن تعكسوا أصواتهم في هذا السياق. إذا سمحتم لي في هذه القاعة، بما أن مسألة فصل الإرهابيين عن المدنيين وعن الآخرين وحماية المدنيين والاستماع إلى أصوات المدنيين، نعرف هل لدينا أي فكرة في مجلس الأمن وفي هذه القاعة؟ هل لديكم أي فكرة، أي اقتراح لتفادي هذه المأساة الأكبر في هذه الأزمة الأفظع في تاريخنا المعاصر؟ هل يمكن إعطاء فرصة لهؤلاء المدنيين؟ وشكرا. شكرا السيد ديمستور على هذه الإحاطة. خلال رئاستي في هذا المجلس نحن نجعل كل الاجتماعات مفتوحة. نريد أن نسمع من المدنيين ونريد أن نسمع ما يريدونه، ونحن نقدر أن تنقل لنا ما يقوله المدنيون. إذا كان لديكم أي تعليقات إضافية بعد النزاع الأسوأ في ذاكرتنا يجب أن تعطى فرصة على الأقل. وشكرا لكم. أشكر السيد ديمستورا على هذه الإحاطة. وخلال هذه الرئاسة سوف نعقد كل الاجتماعات في جلسات عامة، ونتطلع إلى الاستماع إلى ما هي أفكاركم بشأن المدنيين، وسوف نقدر إن كان بإمكانكم الإشارة إلى ذلك علانية وتشاطر أفكاركم معنا. وبالتالي إن كنتم تملكون تعليقات إضافية بعد الانتهاء يسرنا الاستماع عليها إن قبلتم بأن تكون علانية. أستأذنكم وانطلاقا من أنكم تطلبون من القيام بذلك، لا مشكلة لي. وفي الواقع أن كل مقترحاتنا يجب أن تكون علنية، ولكن أمنحيني فرصة للقيام ذلك. لا أريد أن أفوت الفرصة للتقدم باقتراحات ومن ثم أن أرى إن كان الآخرين يملكون اقتراحات أخرى، وألا نكتفي بالقول أن المشهد مريع ولا يجب أن نسمح بحدوثه. نوافقك الرأي سيدي ونقدر جهودك وأشكرك. والآن أعطي الكلمة للسيد جينغ. شكرا سيدتي الرئيسة. الأسبوع الفائت وخلال الإحاطة الشهرية حول الحالة الإنسانية في سوريا تقدمت بإحاطة حول التطورات الأخيرة في إدلب وحول ردنا الحالي واستجابتنا والتخطيط الجاري وكذلك الاستعدادات في حال تصاعد الوضع. اليوم سوف أوفر إحاطة إضافية بشأن الحالة والاستجابة الإنسانية.
كما قال المبعوث الخاص 2.9 مليون شخص، أي نحو 3 مليون شخص يعيشون في إدلب، وهي منطقة تخفيف للتوتر وتشمل أجزاء من إدلب، حلب، اللاذقية وحما، وكلها محافظات. من هؤلاء الأشخاص 2.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 1.4 مليون شخص هم من النازحين داخليا أو من المشردين داخليا. وفي حين أن استجابتنا الإنسانية تركز حاليا على دعم 2.1 مليون شخص في حاجة، نشعر بالقلق حيال حماية وأمان كل المدنيين الذين يعيشون في المنطقة في حال ازدياد الأعمال العدائية. في الرابع من سبتمبر أيلول تجددت الضربات الجوية والأرضية في غرب وجنوب ريف إدلب وكذلك في شمال ريف حما، ما أدى إلى إصابات وضحايا في المدنيين ونزوح، كما حصلت غارات مكثفة على جسر الشغور غرب ريف إدلب، ما أدى إلى مقتل من لا يقل عن 13 مدنيا بما في ذلك 4 أطفال وجرح 20 مدنيا. في 6 سبتمبر أيلول تم ضارب وقصف مستشفى قرب كفر زيتا في شمال حما، بالرغم من أنها منطقة خارية من النزاع. وأيضا لازلنا نستلم تقارير عن متفجرات يدوية الصنع واعتداءات أخرى وتشويه بالمدنيين في مناطق مأهولة في إدلب. قتل ما لا يقول عن 3 أطباء في شهر أب أغسطس لوحده، وبنتيجة لانعدام الأمن أن المدارس في غرب إدلب وحول جسر الشغور وفي المناطق المحيطة قد توقفت فيها الدراسة، والمناطق العبور الأساسية بين نقاط الحكومة والمعارضة قد أغلقت أيضا، وأحيانا تم تدمير الجسور من قبل المجموعات المسلحة من غير الدول. إلى ذلك أن تضييق حرية الحركة بالنسبة للسكان تسهم في ارتفاع أسعار الطعام وازدياد النقص المباد. وبناء على طلب المنظمات الإنسانية، وفرت الأمم المتحدة معلومات حول نزع النزاع ل 125 موقعا إنسانيا في إدلب، وهي قد قدمتها للفعاليات العسكرية. هذه المعلومات الغرض منها تيسير تحديد الأطراف للمرافق الإنسانية والمستودعات والمكاتب والمواقع التي يتم فيها توفير المساعدة الإنسانية للمحتاجين. وفي العمليات العسكرية كل الأطراف تلتزم بوجوب العناية المستمرة لتجنيب المدنيين والأملاك المدنية والعمال المدنيين والمرافق المدنية، و يجب أن يتم التحقيق فورا في أي مواقع خالية من النزاع يتم الإبلاغ عن استهدافها. سيدتي الرئيسة، تواصل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إجراء عملية إنسانية كبرى في إدلب، وهذا بمعدل 2 مليون شخص نصل إليهم كل شهر مع مساعدة عبر الحدود من تركيا. وإضافة إلى توفير المساعدة، تجري الجهود على قدم وساق من أجل أن نتأكد من دعم الأشخاص المحتاجين في حال تزايد الأعمال العدائية. أفرقتنا في دمشق وغازيعنتاب قد عملت على وضع خطة جهوزية من أجل توفير استجابة منسقة ومرنة للسكان المتأثرين في الفترة المقبلة، وثمت خطط من أجل دعم ما يربو إلى 900,000 امرأة وطفل ورجل قد يأثرون من جراء النزاع، بما في ذلك ما يصل إلى 700,000 شخص قد ينزحون ضمن إدلب وخارجها بفعل الأعمال العدائية المرتقبة. ونقدر أيضا أن نحو 100,000 شخص قد يعبرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة. إلى ذلك وفي حال انتشرت رقعة النزاع لتصل إلى منطقة ترفعت، نقدر أن 100,000 شخص إضافي سوف يسعون للانتقال إلى مناطق أخرى في محافظة حلب أو في شمال شرق سوريا. سيدتي الرئيسة، إن المساعدة الإنسانية توفر أساسا في إدلب فضلا عن المناطق المجاورة في حلب، اللاذقية وحما، ويشمل ذلك حصص غذائية جاهزة للاستهلاك كافية لأسبوع ولتغطية 850,000 شخص، فضلا عن عمليات عبر الحدود عبر تركيا ومن داخل سوريا. إلى ذلك عناصر غير غذائية وملاجئ ومواد خاصة بالنظافة الصحية والمستلزمات الطبية توفر. وقد نشرت منظمة الصحة العالمية أكثر من 25 طنا من الإمدادات إلى حلب في الشهر الفائت. صرفت الأمم المتحدة 20 مليون دولار من الصندوق الإنساني التركي، 10 مليون منها ركزت على
توفير المأوى وكذلك المواد غير الغذائية في حال اضطر الناس إلى النزوح. وقام بعض المانحون بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا بتوفير موارد إضافية ونحن ممتنون لها، إلا أن المبلغ الذي تلقيناه أقل بواقع 311 مليون دولار عما تدعو الحاجة إليه في حال تم تزايد العنف من جراء النزوح الكثيف. ونحن لا نملك التمويل اللازم، ومع بروز أزمات متعددة في الغوطة الشرقية وعفرين وجنوب سوريا وفي أدلب هذا العام، كل هذا قد أرهق مواردنا الشحيحة أصلا. سيدتي الرئيسة، إن المدنيين في مناطق تخفيف التوتر قد عانوا من جراء القتال الدائر في سوريا لسنوات. هناك سكان مستضعفون قد نزحوا إلى المنطقة من شرق حلب ومن شرق الغوطة ومن شمال ريف حمص ومن جنوب سوريا. إن المجتمعات ومقدمي المساعدة الإنسانية قد بلغوا أقصى مدى من قدراتهم وبموارد قليلة. إن الأثار الإنسانية على المدنيين سوف تكون أشد وطأة بالتالي. وفي حالة السيناريو الأسوأ في أدلب ومع نزوح الملايين، سوف نتخطى كل القدرات للاستجابة بغض النظر عن الأموال المتاحة. وهذا من شأنه أن يولد حالة طارئة إنسانية بوتيرة لم نشهد لها مثيلا خلال هذه العجمة. ختام القول سيدتي الرئيسة، أشير إلى أسئلة خمس أساسية لهذا المجلس ومن خلالكم إلى كل الأطراف المتنازعة والتي تملك نفوذا. أولا، يجب وقف الأعمال العدائية في المنطقة أو على الأقل التأكد من عدم حصول تصعيد. ثانيا، يجب ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية بما في ذلك العمال الإنسانيين والطبيين وممتلكاتهم عملا بالالتزامات التي قطعها الأفراد بموجب القانون الإنساني الدولي. ثالثا، احترام وتمكين حريات الحركة للناس الذين يودون الانتقال في أي وجهة كانت. إلى ذلك، إن المدنيين الذين يختارون البقاء يجب السماح لهم للقيام بذلك ويجب أن يستمروا بالحصول على الحماية. رابعا، يجب تمكين والتيسير الوصول الإنساني الآمن والسريع وبلا عوائق والمستدام إلى الناس المحتاجين بطرق الأكثر مباشرة بما في ذلك في المناطق التي تغيرت السيطرة عليها. خامسا، يجب تعزيز التمويل للاستجابة ذات الأولوية وأنشطة الجهوزية، مع الإشارة إلى أن الاستجابة الإنسانية تعاني أصلا من ضيق في الموارد وإرهاق. وشكرا. شكرا سيدة جينغ على هذه الإحاطة وشكرا على الملاحظات الهامة. أذكركم أنه وبعد تناول أعضاء المجلس للكلمة وفي حال كانت لديهم أسئلة للسيد ديمستورة سوف نعيد الاتصال به بعد حديث أعضاء المجلس وقبل تناول مندوب سوريا لكلمته. الآن أعطي الكلمة لصاحب السعادة السيد خالد الجرالة نائب وزير الخارجية في الكويت. أهلا بك سيدي وشكرا لتواجدك معنا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدة الرئيس. بداية أود أن أتقدم بالشكر للممثل الخاص الأمين العام إلى سوريا السيد ستيفان ديمستورا على إحاطته القيمة وعلى جهوده لتفعيل المسار السياسي السوري. كما أود أن أتقدم بالشكر لمدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية السيد جون جينغ على إحاطته، وأغتنم هذه الفرصة لأشيد بالجهود الحثيثة التي يبذلها جميع العاملين في المجال الإنساني في سوريا. سألقي بياني هذا نيابة عن حاملي قلم الملف الإنساني السوري دولة الكويت ومملكة السويد. تعقد جلسة مجلس الأمن اليوم في وقت بالغ الدقة، فالمؤشرات والتقارير التي تشير إلى تصعيد عسكري مرتقب في محافظة إدلب تتصاعد، وبات المجتمع الدولي يترقب وبقلق، والوكالات الدولية والإغاثية تستعد وبعجالة. إن الوضع في إدلب مختلف عما كان عليه في حلب والغوطة الشرقية ودرعا، فإدلب يقطنها ما يقارب 3 ملايين شخص، نصفهم من النازحين داخليا. فالعمليات العسكرية إن بدأت هناك ستكون كارثية.
وتداعياتها الإنسانية وخيمة على سكانها في حال لم يتم التوصل إلى ترتيبات بهذا الشأن بين الأطراف المعنية. إذا حصل هذا التصعيد لنتساءل إلى أين سيذهب هؤلاء المدنيين الأبرياء لتجنب القصف المدفعي والجوي للبقاء على قيد الحياة، هم وأسرهم. وما هو معلوم لدينا الآن أنه ليس هناك مكان آمن يمكن لهؤلاء أن يلجأوا إليه. نحث جميع الأطراف المعنية بالالتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب، آملين ألا نرى مرة أخرى تحول منطقة من المفترض أن تكون منخفضة التصعيد إلى منطقة مشتعلة بالتصعيد. كما أننا نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس مناشدته للحكومة السورية وجميع الأطراف المعنية بممارسة ضبط النفس، ودعوته لضامن اتفاق أستانا بتكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي للوضع في إدلب. ونشير هنا إلى قمة ضامن اتفاق أستانا المنعقدة اليوم، ونأمل أن يضعوا احترام مناطق خفض التصعيد في إدلب التي تم الاتفاق عليها من قبلهم، وضمان احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلاء الجهود الدبلوماسية المزيد من الوقت والاهتمام ومضاعفتها لتجنب سفك الدماء في إدلب. فصور القتلى والدمار في حلب والغوطة الشرقية لم تمحى من ذاكرتنا، فكفى معاناة وانتهاك للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تعرض لها الشعب السوري الشقيق على مدار 8 سنوات من دون محاسبة. السيدة الرئيس، إن الهجمات العسكرية على الجماعات الإرهابية المصنفة من قبل هذا المجلس لا تعفي بأي شكل من الأشكال من التزامات أي طرف في النزاع بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والأهداف المدنية. فحتى الحروب لها قواعد يجب الالتزام بها. لنتذكر بأن المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ هم الذين يشكلون الغالبية الساحقة من السكان في إدلب وليس الإرهابيين. نشيد هنا بخطوة مكتب أوشا وشركائه بالتخزين المسبق للإمدادات الإنسانية استعدادا للكارثة المرتقبة في إدلب. ونحث الدول المانحة على تكثيف مساهمتهم للاستجابة الإنسانية، وندعو كافة الأطراف إلى تيسير وصول المساعدات للمحتاجين بشكل آمن وسريع ومستدام. وفي هذا السياق تشكل المساعدات جزءا حيويا وهاما من الاستجابة الإنسانية في سوريا، يعتمد الملايين من السوريين عليها بما فيهم ما يقارب 2 مليون شخص في محافظة إدلب والمناطق المجاورة. ولا شك أن العدد سيتصاعد مع بدء أي عملية عسكرية شاملة هناك. السيد الرئيس، مع تصاعد وتيرة تلك المؤشرات والتقارير المقلقة، نذكر جميع الأطراف بمسؤولياتهم وفق القانون الإنساني الدولي تجاه حماية المدنيين والبنية المدنية. فالهجمات الممنهجة في المناطق المدنية في محافظة إدلب وغيرها بما فيها تلك التي استهدفت المدارس والمستشفيات والمرافق الطبية يجب أن تتوقف على الفور، ويجب حماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي
بموجب القانون الدولي الإنساني، ونجدد هنا التأكيد على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بما فيها القرار 2401 الذي تقدمت به دولة الكويت ومملكة السويد في فبراير من هذا العام، والذي يطالب بوقف إطلاق النار دون تأخير والسماح لإيصال المساعدات الإنسانية. والقرار 2286 الخاص بحماية المستشفيات والعاملين في المجال الطبي، والقرار 2427 بشأن الأطفال والنزاع المسلح. فالقرارات التي لا تطبق على أرض الواقع ليس لها قيمة، ونؤكد على ضرورة المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ونجدد دعمنا للجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة والمرتكبة في سوريا منذ عام 2011. السيد الرئيس، يقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية تجاه سكان مدينة محافظة حلب، فيجب أن يسعى المجلس إلى اتخاذ تدابير وقائية هادفة. فسلسلة الاجتماعات هذا الأسبوع عن سوريا بشكل عام وإدلب بشكل خاص بما فيها اجتماعنا اليوم تعد تدابير حاسمة وتصب في تحقيق هذه الغاية الوقائية. إننا نقدر وندعم جهود السيد ديمستورا في إدلب وفي سوريا كافة، ونجدد التأكيد على أن الطريق الأمثل للتوصل إلى حل مستدام للأزمة السورية وتجنب الكارثة الإنسانية في إدلب بشكل خاص هو في الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا للقرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012. ختاما السيد الرئيس، دولة الكويت ومملكة السويد ستعملان كل ما بوسعهما لدفع مجلس الأمن لدراسة كافة الخيارات الهادفة وضمان متابعة المجلس عن كثب للتطورات في إدلب كحامل القلم ومن أكبر المانحين للاستجابة الإنسانية في سوريا الشقيقة. ستواصل دولة الكويت ومملكة السويد دورهما للتخفيف من معاناة الشعب السوري، والعمل على اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشكرا السيد الرئيس. Thank His Excellency Mr. Jarala, and I. أشكر صاحب السعادة الجرالة بأن أعطي الكلمة لمندوب فرنسا. سيدتي الرئيسة، أشكر الرئاسة الأمريكية على عقد هذا الاجتماع الذي ينعقد في لحظة حرجة، ويتيح لنا أن نعيد معا الإعراب عن بالغ قلقنا بشأن الحالة في إدلب. أشكر أيضا ستيفان ديمستورا وجون جينغ على إحاطتيهما الهامتين وعلى التزامهما وعلى التزام أفرقتهما. سيدتي الرئيسة، لنتحدث مباشرة عن الوقائع. سوريا تجد نفسها مجددا على شفير الهاوية، ذلك أن منطقة إدلب عبارة عن قنبلة موقوتة إنسانية، وأيضا من حيث الهجرة والأمن. وفي الواقع أن هذا الانفجار الثلاثي الذي يوشك بنا ويهددنا في حال حصول هجوم عسكري، إن هذا الخطر الكبير للغاية واضح وجلي. وفي التاريخ
قلما كان بالإمكان استباق المآسي والكوارث بهذا الشكل، وقلما حظيت بمثل هذه الإنذارات من قبل الأسرة الدولية. وفي حين أن لحظة الحقيقة تقترب، أن هذه التحذيرات والإنذارات التي تتكرر بكافة الأشكال والمستويات يجب أن تفهم فهما حسنا وأن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية. هذا هو هدف اجتماعنا اليوم، ولا دقائق نفوتها ونهدرها. سيدتي الرئيسة، إذ نجتمع في الواقع يتم الإعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق من قبل النظام بدعم من حلفائه، وتبدو هذه العملية وشيكة في إدلب، حيث لجأ المئات الآلاف من السوريين خلال النزاع. وكما أشار ديمستورا وجون جينغ، يعيش في إدلب نحو 300 مليون شخص، ونصفهم قد تشردوا سابقا من مناطق أخرى في سوريا. وفي مثل هذا الإطار سوف تؤدي أي عملية عسكرية واسعة إلى كارثة إنسانية جديدة، فلا مكان يذهب إليه هؤلاء المدنيون. والآن بدنا ندرك ونعرف حق المعرفة السيناريو المتكرر لهذه العمليات والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والاعتداءات الدموية والمتعمدة بحق المدنيين والغارات الجوية العشوائية وخطر استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا من قبل النظام. إن هذه العملية أو إن مثل هذه العملية سوف تؤدي إلى أزمة هجرة هائلة بالنسبة لشمال تركيا وتركيا وربما أوروبا، بل مناطق أخرى من العالم. مثل هذه العملية قادرة على أن تكون تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، لاسيما عبر انتشار المقاتلين الجهاديين الموجودين في هذه المنطقة. وأخيراً، إن عملية عسكرية واسعة النطاق سوف يتردد حتماً صداها إلى أوروبا، لا بل إلى ما عدا أوروبا. وإزاء خطورة هذا السياق وهول التحديات، ندعو الدول الضامنة لأستانا التي تلتئم اليوم في طهران والتي تملك سبل وقف هذه الدوامة، ولا سيما روسيا وإيران، إلى التحلي بمسؤولياتها والعمل على ثلاثة مقتضيات لازمة. أولا، احترام وقف إطلاق النار الذي كانت راعية وضمينة له. ثانيا، ضمان الوصول الإنساني الآمن والتام وبلا عوائق إلى مجمل الأراضي السورية مع حماية المدنيين. وثالثا، الإسهام في إطلاق عملية تفضي إلى حل سياسي ذات مصداقية للأزمة السورية. أن احترام وقف إطلاق النار هو السبيل الأوحد القادر على الاستمرار، والهدف هو الحؤول دون وقوع كارثة إنسانية، وليس مجرد إدارتها بأفضل السبل. بمقدور داعمي النظام السوري أن يحول دون وقوع هذه الأزمة، لأن النظام غير قادر على التحرك بمفرده، وبالتالي أن أي مجزرة جديدة سوف تكون مسؤولية وإخفاق داعمي النظام. وخلافا لذلك، لا زال بإمكانهم أن يوقفوا دينامية التصعيد وأن يظهروا في عيون العالم كمن شرعوا الدرب أمام تسوية سلمية. لا زال بالإمكان تلافي الكارثة في إدلب، ولكن أكرر، لا دقائق نفوتها ونهدرها. ولذا ندعو روسيا وإيران إلى ضمان حماية منطقة تخفيف التوتر الأخيرة وهي منطقة إدلب، وإلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي بالكامل والحث على احترامه. وأثني على الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة لتلافي أي تصعيد، وأثني على الجهود الجبارة من أجل مساعدة السكان المدنيين في إدلب كما أشار جون تاون. كما أحيي جهود تركيا في هذا الإطار. أما فرنسا فهي قد تحركت بشكل كبير في الأسابيع الفائتة، ولا سيما مع الرئيسين إردوغان وبوتين، منعاً لأي عملية عسكرية ومن أجل وضع الأسس التي تسمح بإعادة إطلاق العملية السياسية. بمماثاة ذلك سيدتي الرئيسة، علينا أن لا ندخر وسعاً لضمان الوصول الإنساني التام الكامل وبلا عوائق،
ولتوفير الحماية للمدنيين وللبنى التحتية المدنية وللعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية، ونثني على العمل الصعب الذي تقوم به الأمم المتحدة في الميدان، ونشجع مارك لوكوك وفريقه وجون جينغ على مثابرة هذه الجهود مع السلطات السورية، ونذكر أيضا بأهمية المساعدة التي تقدم عن طريق القوافل عبر الحدود التي أجازها القرار 2393، إن المساعدة التي تصل عبر تركيا توفر يوميا مساعدة حيوية لنحو مليوني شخص في الشمال الغربي، وعليه أنها لمسؤوليتنا أن نحرص على تعزيز هذه المساعدة عبر الحدود، وبدورها أن فرنسا سوف تحافظ على مساعدتها وتأقلمها بحسب الاحتياجات في شمال غرب سوريا. وختاما علينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر بشأن تسييس مسألة الممرات الإنسانية، إن النزوح القسري لآلاف الأشخاص من أو نحو المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بغياب أي رقابة دولية لن يكون له أي طابع إنساني، وسوف يكون خلافا لذلك يرقى إلى جرائم الحرب، ولذا تنصب الأولوية إلى استمرار إيصال المساعدة الإنسانية. وختاما، وكما أشار مرارا وتكرارا المسؤولون الرافعون في سلطاتنا السياسية، أكرر هنا وبأشد العبارات إلى أننا نتوخى أكثر درجات الحذر حيال أي استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من قبل النظام، ونحن عاقدي العزم للتصرف في حال حصل ذلك، كما أشرنا سابقا مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبالانتقال إلى مكافحة التهديد الإرهابي وفرنسا في الخطوط الأمامية في هذه المعركة، فهو لا يبرر ما شهدناه في سوريا. فعندما تستخدم هذه المعركة لتبرير اعتداءات عشوائية ضد المدنيين والقيام بانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، لا تكون في الواقع سوى زريعة لا تؤدي بل لا ترمي إلا إلى إذكاء الإرهاب الذي تدعي مكافحته. سيدتي الرئيسة، على كل امرئ هنا أن يدرك أن أي مجزرة في إدلب سوف تشكك بالجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي، لأنه نحن علينا أن نصب إلى حل سياسي دائم شامل وذات مصداقية عملا بالقرار 2254 الذي اعتمده هذا المجلس بالإجماع. وعلى الفور علينا أن ندعم إنشاء لجنة دستورية بمساعدة المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا، الذي أوجه له الشكر في هذه المناسبة من جديد. على هذه اللجنة أن تلتئم في أقرب الأجال، ويجب أن تدار أعمالها بطريقة مستقلة تماما وتحت راية الأمم المتحدة، وهذا هو الشرط الأساس لكسبها المصداقية. ولكن هذه اللجنة ما هي سوى خطوة كما تعرفون، وعلينا سريعا أن ننظر بمسألة إجراء انتخابات حرة ونظامية مفتوحة أمام كل السوريين بما في ذلك النازحين واللاجئين، فضلا عن إنشاء بيئة محايدة من شأنها إعادة الثقة وتطبيق الإصلاحات الجدية. كلها خطوات أساسية، وهذا هو السبيل الأوحد الذي يسمح بتلافي استمرار النزاع إلى ما شاء الله. سيدتي الرئيسة، أود ختاما أن أشدد على أن أي هجوم دموي في إدلب لن يشكل نهاية الأزمة السورية كما يقول بعض الخبراء المتخصصين في إثارة البلبلة، ولكن أن ذلك سوف يشكل فصلا جديدا يفتح في المأساة السورية التي طالت فصولها، فصل يتسم بالراديكالية وانعدام الاستقرار، وهو سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى الأسباب ذاتها فالنتائج ذاتها، فتجذر الإرهاب، فإمكانية توسع الرقعة الجغرافية للنزاع، وإضافة إلى الأزمة الإنسانية الوشيكة. هذا هو الرهان وهذا ما هو على المحك في إدلب. مسؤوليتنا الجماعية هي بأن نتطلع إلى المستقبل. إن الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين أكدوا بوضوح أنه ليس بوسعهم المساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا متى تم الشروع بعملية انتقال سياسي لا عودة عنها موثوقة وشاملة للجميع. لا شك على بياض يمنح لسوريا، ولا عودة كثيفة للاجئين دون تدابير ثقة تكفل بيئة آمنة.
وخلافا لما يحاول النظام وحلفاؤه إقناعنا به، من الواضح أنه ليس غياب إعادة الإعمار الذي يحول دون عودة اللاجئين، بل على العكس غياب التقدم الملموس في العملية السياسية. سيدتي الرئيسة، نحن إذن على مفترق طرق. تدعو فرنسا مجددا الدول الضامنة لعملية أستانا إلى احترام وقف إطلاق النار، لأن التصعيد لا يصب في مصلحة أحد، وخاصة في هذه اللحظة الحالية، وهذا هو الشرط الذي سوف يسمح بالمضي قدما نحو حل سياسي شاملا. هذه هي مصلحتنا جميعا ومصلحة السوريين في المقام الأول، ونحن بحاجة إلى هذه اليقظة السياسية. سيدتي الرئيسة وزملائي، أدعوكم إلى هذه اليقظة السياسية باسم فرنسا، ودعما لعملية جنيف، ودعما لحل سياسي. وإذا ما تمكننا من مدافرة الجهود وتخطي كل الصعاب، فهذا الحل يبقى بمتناول أيدينا. وشكرا. I thank the representative from France. أشكر ممثلة فرنسا وأعطي الكلمة لممثلة غينيا الاستوائية. شكرا سيدي الرئيس. نشكرك على عقد هذا الاجتماع ونعبر عن شكرنا العميق للمبعوث الخاص السيد ستيفان دي مستورا والسيد جون كينغ على الإحاطات الوافية. نأكد لكما دعم غينيا الاستوائية للجهود الحثيثة التي تبذل في سياق معقد وصعب. سأركز في بياني هذا على احتمالية التصعيد العسكري في محافظة إدلب، وكذلك الوضع الإنساني في هذه المحافظة، وسأحدث كذلك عن تمهيد الطريق للعملية السياسية لنتوصل إلى سلام دائم وشامل. نشعر بالقلق الشديد إذا الوضع الحالي في إدلب والتداعيات الإنسانية التي يمكن أن تتمخض عن التصعيد العسكري في تلك المحافظة. لقد دمرت الحرب في سوريا البلاد منذ 2011. وفقا للتقارير، تحرك القوات الحكومية بالقرب من إدلب تشير إلى عنف وشيك في المنطقة. إدلب محافظة يسيطر عليها تنظيم هيئة تحرير الشام وكذلك المعارضة المسلحة، وهي منطقة خفض تصعيد على أساس ما تقرر في عملية أستانا. حوالي 3 مليون شخص يعيشون في هذه المنطقة، وهذا يشمل 1.4 من النازحين داخليا و 2.1 من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية. وفقا لبيان الأمين العام الذي صدر في 29 من أغسطس آب، ندعو جميع الأطراف أن تضبط النفس وأن تولي الأولوية إلى حماية المدنيين، وندعو جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لمنع أي خسارة في الأرواح في صفوف المدنيين، وضمان مرور الأشخاص والمساعدات بشكل آمن، وضمان كذلك حماية المرافق التعليمية والطبية، وذلك وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. سيدتي الرئيسة، على المجتمع الدولي أن يتجنب أي تصعيد عسكري في إدلب، وإذا فشلنا في ذلك سنضطر إلى مناقشة الآثار الكارثية الإنسانية في هذه المنطقة، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة ضد المدنيين، ضد 1.4 ضد النازحين، وكذلك سنضطر إلى مناقشة تعبئة الملايين من الأموال لمكافحة هذه الكارثة الإنسانية. سيدتي الرئيسة، نشدد مرة أخرى على أهمية العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة وفقا للقرار 2254. نأمل أن القمة الثلاثية للدول الضامنة لعملية أستانا، إيران وروسيا وتركيا، وكذلك اجتماعات المبعوث الخاص في 10 و11 من سبتمبر أيلول.
تؤدي إلى إنشاء لجنة دستورية تشمل الجميع وستفتح الطريق لتسوية هذا النزاع بشكل نهائي. نتفق مع المبعوث الخاص الذي قال أنه علينا أن نمارس ضغطا أخلاقيا على الأطراف حتى تمتنع عن اللجوء إلى تصعيد عسكري وأن تتوصل إلى مقاربة لمكافحة الإرهاب تساهم في حماية أرواح المدنيين. سيدتي الرئيسة، في عالمنا هذا لا يعتمد التوازن بين القوة فقط على القوة الاقتصادية للدول المختلفة، ولكن كذلك على قدراتها العسكرية. ولذلك الدول ذات النفوذ في سوريا والأطراف في سوريا عليها أن تمتنع عن استخدام التصعيد العسكري. لا يعقل أن نتخلى عن طلعات الشعب السوري المتمثلة في العيش بسلام وأمان وفي رفاهية على حساب المصالح الجيوسياسية. الملايين من الأشخاص يعانون من الآثار المباشرة للحرب والآثار التبعية للحرب، وذلك على مدار 8 سنوات الماضية. هذا أمر حقا مروع. إدلب لا يمكن أن نقارنها بأي منطقة أخرى، فهي تمثل ملاذا للمقاتلين الذين تمركزوا هناك مع أسرهم، ولكنها كذلك ملاذا للمدنيين الذين لا يمطر الحرب بصلة وأرادوا أن يعيشوا في مكان آمن وفقا لاتفاقات المصالحة. إدلب كذلك تشمل المئات من الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون هناك ظنا منهم أنهم سيعيشون في أمان. تركيا وروسيا وإيران أعلنوا أن إدلب هي منطقة خفض تصعيد، ولكن أطراف النزاع الآن قد أخذوا المواطنين هناك رهينة تدعو غينيا الاستوائية. إيران وتركيا وروسيا والولايات المتحدة والدول الغربية والدول الخليج التي يمكن أن تمارس ضغطا في هذه المنطقة أن تقوم بكل ما بوسعها حتى تضمن أن المجموعات المسلحة والمجموعات الأخرى سوف تولي الأولوية للمدنيين بدلا من أن تركز فقط على مصالحها. أقتبس السيد يان إيجلاند رئيس العمليات الإنسانية في سوريا، قد قال أنه إذا نجحنا في تجنب التصعيد سوف نحمي الملايين من الأشخاص، وإذا فشلنا فسوف نشهد أبشع الحروب في عصرنا هذا. أشكر ممثل غينيا الاستوائية وأعطي الكلمة إلى ممثل بولندا. Thank you, Madam President. شكرا جزيلا، ممتنون للرئاسة لتنظيمها هذا اجتماع حول الوضع الأمني والإنساني المتدهور في إدلب. اسمحوا لي سيدتي الرئيسة أن أشكر السيد ستيفان دمستورا والسيد جون كينغ على الإحاطات المفيدة. النزاع في سوريا والعنف الذي بعد ذلك وانتهاكات القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي قد تسببت في معاناة المدنيين في سوريا بنطاق لم نره في عالمنا هذا. ونحن ندين تكثف الأعمال العدائية في إدلب، ونؤكد مرة أخرى على أنه ما من حل عسكري لهذا النزاع، وأي محاولة لإحلال السلام عبر استخدام القوة ستؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للعملية السياسية ذات المصداقية والشاملة بالولايات المتحدة. السيد الرئيس، في سياق الوضع الحالي في إدلب أؤكد على موقف بولندا. أولا، نطالب الجهات الضامنة لعملية أستانا والأطراف الأخرى التي لها تأثير في الميدان أن تفي بالتزاماتها وأن تتخذ كل الإجراءات لكي توفر الحماية للسكان المدنيين في إدلب. ثانيا، نؤكد مرة أخرى على ضرورة إتاحة الوصول الإنساني في سوريا بشكل كامل ودون عوائق بما في ذلك في إدلب، واتخاذ كل التدابير لتعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني. ثالثا، اللاجئون يجب أن تتاح لهم فرصة العودة
بشكل آمن وحر وبه كرامة إلى منازلهم. والعملية العسكرية الكبرى في إدلب قد تعيق تحقيق هذا الهدف وتخلق موجة جديدة من اللاجئين. إن محافظة إدلب هي واحدة من المحافظات التي بها أكبر عدد من النازحين داخليا في سوريا وتتطلب نهج حذر. ونشعر بالقلق أننا نشهد تدمير البنى التحتية المدنية الحيوية بسوريا، بما في ذلك المرافق التعليمية والطبية، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فورا عملا بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. إن القصف المدفعي المكثف للمدارس والمستشفيات في إدلب والمحافظات الأخرى له أثر كارثي فوري على حياة المدنيين، ولكن ما هو أكثر من ذلك يؤدي إلى تقويض جهود في المستقبل لتحقيق المصالحة في سوريا ولبدء إعادة البناء في سوريا. ونشعر بقلق بالغ إزاء مصير الضحايا الأكثر ضعفا في هذا النزاع، وتحديدا النساء والأطفال والأفراد من الأقليات الدينية. ويقلقنا الوضع الخاص بالأطفال المتأثرين بهذا النزاع، وتحديدا في إدلب. الكثير من الأطفال اضطروا لمغادرة منازلهم في أجزاء أخرى من سوريا، وقد سعوا لإيجاد مأوى آمن في محافظة إدلب. على الرغم من هذا فهم يواجهون مخاطر العنف والنزوح مرة أخرى وفقدان أفراد أسرتهم، وتصعيد الأنشطة العسكرية سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة ضحاياها في أغلبه من الأطفال مرة أخرى. وفي ذات الوقت ندعم مشاركة المرأة وتمكينها في كل مناحي عملية إيجاد حل للنزاع في سوريا. لقد قتل الكثير من الرجال وتعرضوا للسجن واضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الحرب. ورغم من هذا فإن المرأة هي التي تواجه مهمة رعاية الأسرة في الظروف الصعبة، وهذا يعني أن المرأة لديها صمود وهي بطلة في واقع الأمر. وأختتم بالتأكيد على قلقنا إزاء إمكانية شن هجمة. عمل غير قانوني ستكون له تبعات كارثية على السكان المدنيين. مرتكب هذه الجرائم يجب أن يعوا أن المجتمع الدولي سيبذل قصارى جهده لكي يمثلوا أمام العدالة. أشكركم. أشكر ممثلة بولندا، والآن أعطي كلمة. نتابع مشاهدينا الكرام جانبا من هذه الجلسة الثانية التي خصصها مجلس الأمن على مدار يومين لمناقشة مستقبل محافظة إدلب السورية في ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها هذه المحافظة. على أي حال يبقى معنا بث حي بالصورة لهذه الجلسة بعد أن تحدث عدد من أعضاء المجلس في هذه الجلسة وعدد من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن في هذه الفترة، من بينها الكويت وفرنسا وبولندا، إضافة إلى المتحدث باسم دولة بيرو حاليا. ولكن لمزيد من الرأي والتحليل حول التطورات المتعلقة بمحافظة إدلب السورية في هذه الأثناء ينضم إلينا على الهواء عبر الهاتف الدكتور علي مقصود، المحلل السياسي السوري من دمشق. دكتور علي، تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. تحية لكم وللسادة المشاهدين الكرام ولقناتكم الكريمة. أشكرك يا فندم. والسؤال طبعا يعني اللي بيفرض نفسه بالتأكيد، كيف ترى الجهود المختلفة لاحتواء التصعيد المحتمل في إدلب للاتهامات المتبادلة، سواء المتعلقة بالعمليات الميدانية أو بالمواقف السياسية المختلفة، وإلى أين ترى الأمور ستتجه؟ نعم، لا شك بأن ما تفضلت به من تباين وتناقضات في مواقف الدول في الحقيقة هناك محاولة من هذه الدول التي تتباكى على الجوانب والقضايا الإنسانية كمندوب فرنسا وغيره
ولكن عادة ما تظهر بواطن القلوب على فلتات اللسان عندما كان يتحدث عن خوفه على المدنيين والكارثة الإنسانية التي يمكن أن تحصل بسبب عدم وجود ملاذات ومناطق أخيرة أو أخرى يمكن أن يلجأ إليها المدنيون. في الحقيقة قال لأن هذه العملية إذا ما حصلت أو وقعت سينتشر الإرهاب إلى الدول الإقليمية والعالم، وبالتالي يشكل، أي أنه يريد أن يبقى هذا الإرهاب خاطفا لمدينة إدلب وللمدنيين من إدلب، وهذا ليس تهديدا للمدنيين. أما عندما تقوم سوريا بجيشها وحلفائها بتحرير مدينة إدلب والقضاء على هذا الإرهاب، هنا يكون تهديدا لحياة المدنيين. ولكن بكل الأحوال فرنسا التي فعلا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وتتحدث، كنا نتمنى فعلا أن تنسجم مع هذه المشاعر التي تطالب بحماية المدنيين والحرص الشديد على حياة المدنيين، أن تكون قد قدمت شيئا من المساعدات الإنسانية أو وقفت أي موقف فعلا يظهر بأنها حريصة على الشعب السوري الذي عانى الكثير. ولذلك أنا أقول بأن معركة إدلب آسية لا محالة، ولكن ليس بشرط أن تكون هذه العملية واسعة وشاملة. هناك الكثير من الخطوات قد تم إنجازها على صعيد تفكيك المجموعات الإرهابية، وأيضا يعني حتى تفكيك جبهة النصرة، وتحقيق الكثير من التفاهمات، وحتى فتح الممرات الإنسانية. أنا بتقديري سيكون هناك نصيبا أكبر لعملية سياسية وتفاهمات يمكن فعلا أن تبعد المدنيين عن أي أزمة أو تهديدات أو تحديات ممكن أن تلحق بهم في حال وقوع هذه العملية. لأن الجيش في الحقيقة حدد بدقة بنك الأهداف التي تنتشر فيه هذه المجموعات الإرهابية المتشددة والرافضة لأي مصالحة أو تسوية. فحتى الفصائل التي بدأت تنشق وتخرج من رحم جبهة النصرة هي تؤازر وتريد للجيش أن يحررها من سلطة جبهة النصرة وسطوتها عبر هذه العمليات الموضعية. كما أن أهلنا في مدينة إدلب، وأنا على استعداد لأقدم لك أسماء ورسائل. وعند هذه النقطة اسمح لي دكتور علي، يعني الحقيقة طبعا يعني النقطة اللي حضرتك تطرق إليها ديت سنتحدث عنها، طبيعة الأوضاع في إدلب من خلال متابعاتك لعدد من العائلات فيها، يعني حابب أن يكون بعد ما حضرتك تستوفلنا الجزئية المتعلقة برؤيتك للمواقف المختلفة، الولايات المتحدة لها موقف، روسيا لها موقف، ديمستورا له تصريحات مختلفة، أشرت حضرتك لأنه الجيش العربي السوري يستعد لحسم المعركة في إدلب، وهناك أيضا تصريحات لمندوب سوريا في مجلس الأمن أشار فيها إلى أنه سوريا تخلصت من سلاحها الكيميائي. هذه التضاربات في المواقف والمزاعم الأمريكية والوعود الحكومية السورية بتسوية المسألة والمواقف المختلفة لسوريا وغيرها، كيف يمكن أن ترى مستقبلها؟ حضرتك أشرت صحيح إلى أنه في تسوية سياسية محتملة، ولكن يبدو أن نظر التصعيد العسكري يعني كبيرة. لا شك بأن هذه الحالة التي تتحدث عنها في الحقيقة عشناها في كل المعارك، إن كان في معركة حلب أو الغوطة الشرقية والجنوب السوري في درعا وغير ذلك، فكنا في الحقيقة نعيش مع نفس الخطاب ونفس التهديدات والتصريحات والمواقف. لكن يبدو أن معركة إدلب هي الأصعب دكتور علي. نعم. يبدو أن معركة إدلب هي الأصعب على الإطلاق يعني. نعم، وهنا أنا أتحدث وكنت أقول، ولكن هنا في الحقيقة عامل واحد يختلف عن كل هذه المعارك في بقية المدن، لأنها المعركة الأخيرة.
ولأنها تعني بتحرير مدينة إدلب، يعني تمزيق خرائط التقسيم والتفكيك وإسقاط كل الأوراق التي يمكن لهذا المحور محور مباشرين. ونستفيد بخبرة حضرتك، إلى ما تهدف الولايات المتحدة الأمريكية من عرقلة هذا الحسم والموقف الذي يمالئها الآن الذي أشرت إليه سابقا، الموقف الفرنسي، ما الذي تستهدفه الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل فقط الحفاظ على الإرهابيين إن صح التعبير، أم استثمارهم بصور مختلفة وأكبر؟ نعم، في الحقيقة أمريكا تريد أن تقدم نفسها بأنها هي الحامية لدول الاتحاد الأوروبي، وطالما أن إرهابيي جبهة النصرة هم في الحقيقة نوعين، فيها السوري الذي بدأت تركيا بإبعاده وفصله عن الغرباء المنضوين والرافعين للواء جبهة النصرة، وفيها الغرباء ومعظمهم تم تصديره من دول الاتحاد الأوروبي. لذلك خشية أوروبا من أن تبدأ مرحلة من موجات الهروب والهزائم لهذا الإرهاب سيرتد باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، وهذا في الحقيقة كما قلت ما طرحه مندوب فرنسا في الأمم المتحدة عندما قال سينتشر هذا الإرهاب ليتحول إلى تهديد للعالم لأمن العالم. هو في الحقيقة خشية أوروبا من ارتداد هذا الإرهاب، باعتبار أن مدينة إدلب كانت هي المنطقة التي تستقبل كل هؤلاء الإرهابيين المهزومين والمذعورين يتم ترحيلهم إلى إدلب. أما الآن فلن يكون هناك وجهة لهروبهم وترحيلهم إلا نحو الأراضي التركية، ومن ثم توزيعهم على الدول التي جاءوا منها. لذلك أمريكا التي فقدت كل أوراق تأثيرها على هذه المعادلة أرادت عبر هذا التصعيد، ومن خلفها بريطانيا يعني الفنانة وصاحبة الخبرة في كيفية تصنيع الزرائع، وفي الحقيقة يعني داهية في السياسة وخبرتها كبيرة في هذه الأمور. وطالما أن مهمة تصنيع الزرائع أنيطت لمنظمة الخوز البيضاء من تصنيع بريطاني وتمويل أمريكي وغير ذلك، أنا أقول بأن كل هذه التهديدات والتهويل لن يسند دولة السورية، وهي وضعت الخطط التي تستجيب لكل هذه التحديات والتهديدات، بل سيكون حماية المدنيين هي المهمة الأولى لرجال الجيش، وهذا في الحقيقة ما يسجل للجيش. وأنا أتحدث بأمانة وموضوعية في كل المعارك، ومعركة درعا الأخيرة خير شاهد على أن الجيش هو من أنقذ أهلنا حيث كانوا مخطوفين لدى آلاف الإرهابيين من الدواعش وجبهة النصرة وفصائل أخرى، رأت بأم العين كيف حررهم الجيش وكيف حماهم وأنقذهم، وكان المقاتل السوري يضحي بروحه وحياته لكي يحافظ على بيت وأسرة دون أن يلحقها أي ضرر. طيب دكتور علي، حضرتك كنت تتحدث عن يعني أسماء عائلات، أو أشرت حضرتك إلى اطلاعك على معلومات عن قرب من محافظة إدلب. طبعا البيانات والمعلومات والأخبار المتوفرة بتشير إلى فرار المئات، والخبر المتوفر اليوم هو يعني نزوح 180 عائلة من قراهم في جنوب شرق إدلب إلى ريف حلب الغربي المجاور. هو السؤال، معلومات حضرتك عن إدلب، يعني هستأذن حضرتك في أن احنا نتابعها بعد أن نستمع إلى كلمة مندوبة بريطانيا المملكة المتحدة في مجلس الأمن، تفضل. نقطتين في البداية قبل أن أدخل في غالبية ملاحظاتي، وأعتقد أن ممثل فرنسا قد صاغ هذا بأفضل العبارات عندما تحدث عن أهمية هذه المسألة في إطار السلم والأمن الدوليين. وأود أن أستهل مرة أخرى بشكر المبعوث الخاص والفريق العامل معه على كل ما يبذلونه، وأشكر أيضا الأوتشا. نحن ممتنون لمنظمات
الإنسانية والعاملين في الحقل الإنساني، لأنهم يعملون في أصعب الظروف وأشقها لتقديم المساعدة للناس في إدلب. ومرة أخرى نتذكر أهمية المساعدة عبر الحدود بوصفها شريان حياة أساسي للمدنيين والذين لا نستطيع الوصول إليهم بسبل أخرى، وندعم تماما الجهود الدبلوماسية الطارئة لتركيا والمتحدة للتعامل مع الوضع في إدلب، وذلك على الشقين المدني والإنساني. مصير 3 ملايين نسمة على المحك هنا، ونقدر سيدتي الرئيس أن نستمع إلى إحاطة حول أستانا. أعتقد أن هذا غير ممكن اليوم، ولكن إن استطعنا الاستماع إلى حاطة من إدارة الشؤون السياسية حول أستانا سيكون هذا جيد. نحث روسيا وإيران على استخدام ما لديهم من نفوذ، وأن يفوا بتعهداتهم، وأن يحافظوا على ترتيبات نزع فتيل التوتر، وأن يتفاوضوا بشأن سبيل لمضي قدما مع تركيا، وإن كان لحكومتي أن تساعد في هذه العملية عندها سنقوم بذلك بكل سرور. بالنسبة للوضع العسكري، كما أشار متحدثون آخرون، نشعر بقلق بالغ بأن التقارير على مدار الأيام الماضية أوضحت أن هناك العشرات من الهجمات الجوية ضد إدلب. منظمات الرصد المحلية أشارت إلى 38 من المدنيين الذين سقطوا ضحايا لهذه الهجمات، وذلك بالرابع من سبتمبر فقط. لقد أشرت بالفعل أن تقريبا 3 ملايين مدني خطرون بحياتهم بوجودهم في إدلب. الأمم المتحدة تقدر أن هناك حد أقصى قدره 50,000 مقاتل من المجموعات الإرهابية، وهو 0.5% من إجمالي سكان إدلب. وبالتالي نحن أيضا في بريطانيا نعرف حق المعرفة كيف يعاني الناس من الإرهاب، ولكن هذه مجرد بداية. وأؤكد ما أشار إليه سعادة الوزير حول مبادئ التناسب والتمييز واتباع الحذر. الأمين العام أشار بكل وضوح إلى أن الاستخدام الممنهج للأسلحة بشكل عشوائي في المناطق المكتظة بالسكان قد يصل إلى جريمة حرب، ويجب أن نوضح بجلاء. هناك عدد من الأطفال، أن عدد الأطفال في إدلب أكبر من عدد الإرهابيين، وهذه فكرة يجب أن نتدبرها. سيدتي الرئيس، تناقشنا بالسابق في المشاورات حول الوضع العسكري، وعندها قرأت عبارات توضح فهمنا لطريقة تمركز الوحدات العسكرية، وأود أن أقرأ هذه الوحدات وأود أن أوضح أنه إن حدثت هجمة كبيرة ضد المدنيين ووقعت إصابات، وقع ضحايا في أوساط المدنيين، عندها هؤلاء الأشخاص سيسائلون المجتمع الدولي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي. فهمنا هو أن رئيس الجيش هو وزير الدفاع الجنرال علي أيوب، ولكن الوحدات المتمركزة في إدلب هي في الغرب، وهي الشعب الربيع، وماهر الأسد هو قائد هذه الوحدة. ونعتقد أن الفريق علي محمود هو نائب القائد، وفي الشرق هناك وحدات، والقائد هو طلال مخلوف وفي الجنوب الشرقي هناك العقيد سهيل حسن، وهناك أيضا وحدتان رابعة وخامسة في المنطقة، والقائد حسب ما نعرف هو العميد عايز أسلام، والأسماء تترجم بتصرف توضح المترجمة. وإضافة إلى النظام السوري، هؤلاء القادة وهذه الوحدات سيحاسبها المجتمع الدولي. أود
أن أتحدث عن حزمة المساعدات لإدلب. المملكة المتحدة قد أعلنت عن حزمة إضافية للمساعدة لضمان حصول الأكثر ضعفا على الدعم الذي يحتاجونه بشكل ماس من الأغذية والماء والمساعدة الطبية. ونقدم الدعم الفني وندعم أيضا استخدام التكنولوجيا الجديدة ونقدم للمدنيين خدمات الإنذار المبكر بغية إنقاذ الأرواح في المجتمعات التي تخضع للقصف الجوي والمدفعي. واستطعنا تحذير أكثر من 2 مليون نسمة وخفضنا من مستوى الإصابات بنسبة 27% في المناطق التي تخضع للقصف المكثف. ولكن هذا لا يفترض أن يكون مهمة المانحين. المانحون ليسوا بديلا عن النظام السوري بدعم روسي، حيث يجب أن يوقفوا حملتهم ضد المدنيين السوريين. وأختتم بالإشارة مرة أخرى إلى أننا ندعم جهود تركيا للتوصل لحل سلمي وتجنب الكارثة الإنسانية. نطالب روسيا ببذل المزيد لكي تحجم القوات السورية ولنزع فتيل التوتر، ونطالب كل الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي. ولن أتحدث عن الأسلحة الكيميائية لأننا تحدثنا عن الأمر البارحة، ولكن فقط أود أن أؤكد على ما أشار إليه ممثل غينيا الاستوائية حول الأهمية الأساسية للعملية السياسية ووضع حد لهذه الحرب الضروس. أشكر ممثلة المملكة المتحدة، والكلمة الآن لممثل هولندا. شكرا جزيلا سيدتي الرئيس لعقدك هذا الاجتماع حول موضوع هام وخطير. نشكر السيد مستورة والسيد جون جينغ على الإحاطات وعلى الجهود الدؤوبة المبذولة من أجل خدمة الشعب السوري. مرة أخرى نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في إدلب. نخشى تكرار السيناريو المروع الذي رأيناه بالسابق، وأن تستخدم القوى العسكرية بشكل مكثف بريا من قبل الجيش السوري وبقصف جوي على يد روسيا، وكذلك مساعدة إيرانية، وهناك تبعات إنسانية كارثية. وبالتالي ما من حل عسكري سيحدث التسوية طبيعة الأمل في سوريا يحتاج إلى حل سياسي. وهنا سأركز على مسائل ثلاث: أولا الحاجة إلى منع المزيد من التصعيد في إدلب، ثانيا الوضع الإنساني في سوريا الوضع الإنساني، وثالثا العملية السياسية. نقطة الأولى، نحتاج إلى منع المزيد من التصعيد في إدلب. نحتاج أن نمنع المزيد من التصعيد العسكري في آخر مناطق خفض التوتر في سوريا. ما يقرب من 3 ملايين نسمة محتجزون في إدلب، والتصعيد الإقليمي تتصاعد مخاطره، بما في ذلك تدفقات لموجة جديدة من اللاجئين. ويجب على الأطراف أن تفي بقانون الإنساني الدولي وتحترمه في كل أنحاء سوريا وتحديدا في إدلب. أود أن أذكر من يكافحون الإرهاب، كل هذه الإجراءات يجب أن تلتزم بتعهداتهم بموجب القانون الدولي، وتحديدا قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي وقانون الإنسانية الدولي. مكافحة الإرهاب ليست عذرا للهجوم دون تمييز ودون تناسب. نعود لمتابعتنا لهذه الجلسة التي يتحدث فيها أعضاء مجلس الأمن بمندوبيهم، وقد تحدثت قبل قليل مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن عن رؤية بلادها لحل الأزمة في إدلب السورية. كان معنا قبل قليل الدكتور علي مقصود المحلل السياسي السوري والذي انقطع به الاتصال، نشكره على أي حال. نتحول الآن إلى الأستاذ ماهر الموقع عضو مجلس الشعب السوري. سيد ماهر تحياتي لحضرتك. أشكرك يا فندم. مندوبة بريطانيا قالت قبل قليل أنها تثمن موقف تركيا لتسوية الأزمة في إدلب، ويعني تطالب روسيا
مطالبة القوات الحكومية السورية بما يشبه ضبط النفس عن التصعيد في إدلب. كيف ترى الموقف البريطاني من بين مواقف كثيرة في تسوية هذه الأزمة؟ يا سيدي، المسألة هي أن الدول التي رأت إرهاب ومن ضمنها بريطانيا وتركيا طبعا، نعم، وكثير من الدول التي الآن تتراجع على من يتواجد من الإرهابيين في إدلب، يريدون أن يعرقلوا استمرار الجيش العربي السوري في استعادة السيطرة على الأراضي السورية، نعم، التي يعيش فيها هؤلاء الإرهابيين الذين لا يشكلون خطرا فقط على سوريا وإنما على المنطقة والعالم. الآن هي لحظة الحقيقة التي انتشرت أمام العالم، وهي أن سوريا بجيشها وبشعبها وبقيادتها مستمرة في محاربة الإرهاب، وما نشهده الآن من سيناريوهات تعزف عن ضرورة التخوف على المدنيين والتخوف على حياة المواطنين الأبرياء هو من أجل الاستبداد السياسي وعرقلة الجهد الذي تقوم بها الحكومة السورية نيابة عن العالم بفضل تضحيات الجيش العربي السوري بمحاربة هؤلاء الإرهابيين الذين جاءوا من كل أقطار العالم وعبر الحدود التي فتحت أمامهم وحتى أنها من قبل تركيا التي فتحت حدودها للإرهاب وللسلاح وللدعم اللوجستي الذي أدى لهؤلاء الإرهابيين خلال سنوات الحرب على سوريا السابقة. اليوم الدولة السورية بكل تواجدها ومن ضمنها الشعب يصممون على استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية. الدولة السورية طرحت حلولا تقصد تسليم السلاح والعودة من قبل الإرهابيين السوريين إلى حد الدولة وترحيل هؤلاء الإرهابيين عبر الدول التي جاءت إلى أماكن التي جاءوا إليها. سيد ماهر، حتى لو دهمنا الوقت أرجو أن تطلعنا لو متوفر لديك معلومات عن طبيعة الأوضاع في إدلب، يعني عن قرب أكثر مما نعرفه الآن من فرار المدنيين وفرار العائلات خوفا من هجمات وشيك. الدولة السورية فتحت معابر لخروج المواطنين الذين يتواجدون في المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون، نعم، لكن هؤلاء الإرهابيون معرقلين خروج هؤلاء المدنيين. الدولة السورية حريصة على نقل بعض المدنيين السوري وستسعى لمنع استنزاف أي مواطن في العمليات التي تجري ضد هؤلاء الإرهابيين، وهذا لا يعني بأي حالة من الأحوال أنه يمكن أن يكون الأمور دقيقة إلى نعم سيد ماهر، نعم سيد ماهر، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة. سيد ماهر الموقع عضو مجلس الشعب السوري كنت معنا في التحليل للتطورات المتعلقة بمحافظة إدلب السورية ومن بينها جلسة مجلس الأمن المنعقدة الآن وهي الثانية خلال 24 ساعة خوفا من نظر تصعيد عسكري في هذه المحافظة السورية.